فكان يعني هذه الشقاوه كانت اللي انا اقولها هي فعاليات، لكن هي بزمانها كانت شقاوه عفويه. طبعا رمضان الاول كان بسيط، تشابك بالايدي بغير الايدي بالعصي، يعني قوميتنا او ابراز نشاطنا انتماءاتنا العرودي. المطبخ انا هوايتي، مادي واستعداد نفسي. طبعا في شيء يعني قبل الهريس من تصفير البذور، السفرة هاي مسؤوليتي. إذا قلنا نضحك على بعض، ضبط الروحية ويمكن التعاليم الدينية يعني الطفولة كانت طفولة يعني خصوصا الفترة القديمة من الجيل السابق، كانت دائما الطفولة فيها كثير من أنشطة والشقاوة احنا نسميها ذيك الفترة في إطار الفريج. طبعا أنا يعني كنا أهم شيء كان عندنا لعب كرة القدم، فكنا نسمي فرق متعددة بمسميات حسب يعني التوجهات القومية. يعني مثلا احنا فريق المخارقة المنامة، فريق المخارقة المنامة كان في عدة أحياء، فكل حي عنده فريق مختص باسم معين ويتنافسون، مع انه كل حي واحد. اقول طبعا احنا وحدنا، مثلا احنا كان عندنا فريق الصاعقة، لان دائما الشباب ذاك الجيل يتمجدون ببطولات الجيوش العربية ومع مع مع في مواجهة طبعا اسرائيل. كان من الفرق المتعددة، عندنا العروبة وعندنا الدفاع وعندنا الندى وعندنا اللواء، فكانت كل هذه الأسماء. احنا طبعا انا بصفتي ان كنت يعني كنت احب ان اكون رائد في هذه الحركة في هذا الامر، وكنت استقطب كل الشباب من جيلي يعني اللي هو الشباب. احنا ما كنا شباب، كنا يعني خلينا نقول اطفال، فكنا نستقطب الديلين وتنافس يعني بشكل احنا زملاء، لكن نتنافس بشكل يمكن اكثر من 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 هذه في ستينات، فتنزل دائما عن صور نصر محمد ان هاي الفتره ستينات الفرق اللي كانت مؤسسه في يعني كنا احنا يمكن في مقتبل العمر. بعدين صار في توجه في اتحاد الشباب الرياضة ان دعوة الفرق كلها للاندماج في بوذقة واحدة، في يعني فريق واحد او في مجمع واحد، واحنا بادرنا ان نجتمع مع اغلب الفرق. وحدنا بما في رحنا لفريق الفاضل، كان في هناك نادي الجزائر اسمه، وحدنا الفرق كلها في اطار نادي الجزائر. كان نادي الجزائر كان في الدرجه الثانيه ومن الاتحاد، وكان هو يعني كان حاله ضعيف، فوحدنا الفرق كلها هذه، مع انه كان في مفاوضات متعدده مع النسور زمانه، مع القادسيه، مع نادي العروبه الاساسي، فكان في جهود يعني متواصله نبغى نستجيب لوجهه نظر اتحاد شباب الرياضه، وفي نفس الوقت نبغى نطور من كياننا، لان ما كان في كيان ذي. فالحمد لله توفقنا في النهايه انه يكون شكل نادي الجزائر، وكان كنا نشارك في الدرجه الثانيه من اتحاد الشباب الرياضه واتحاد دوري كره القدم البحريني. في شيء ثاني كنا احنا يعني انا دائما كنت اقول التاريخ هذا، ان احنا كنا يعني نتحسس او نستجيب للتطلعات القوميه. كان ذيك الفترة طبعا كان في صراع شديد بين العرب وبين إسرائيل، خصوصا الحرب 67 وآثارها السلبية والنفسية على مختلف الناس في العالم العربي، بتحديدا البحرين. كانت دائما هو كان دائما يعني البحرينيين بعفويتهم يرتبطون بالقومية العربية، فكان يعني هذه الشقاوة كانت اللي أنا أقولها هي فعاليات، لكن هي بزمانها كانت شقاوة عفوية ويشار لها بالبنان، لأن تاريخ نعتبره مجيد جدا لهذا الجيل. احنا بطبيعة البحريني والتزام الأسري والعائلي والموروث كان الإسلامي عندنا كبحرينيين بشكل عام، أن نصوم
نبدا يعني صيام او ممارس شعائر رمضان مع 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 اطلالة رمضان مع الاهل، يعني ما نقدر احنا سننا كم، يعني يمكن احنا يمكن في سن الست والسبع سنوات ثمان سنوات نبدا نمارس طقوس رمضانيه. رمضان بالنسبه لنا يعني زهوه خاصه، يعني ننتظر بفارغ الصبر، لان الجيل هذا من الشاب من 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 الصبر عندنا العاب واجد خاصه، فننتظر فقط ننتهي من الافطار ونبدا في الطرقات. يعني في كثير من الالعاب، من ضمن الالعاب يعني اللي هي عمليه يعني يسمونها الصرقع. الصرقع اللي هو يعني مثل انت فريق ويا فريق وتتسابق في الاختفاء في مناطق، وطبعا قد ما تمسك من الفريق الاخر من دي وتبينه انت تعتبر انت طبعا الفريق الفائز. هاي يعني دي هذه جهد ثاني. كان في العاب ايضا رياضيه، كان العاب رياضيه، كان التسابق، كان لعبه طبعا ببساطه، مو يعني ملاعب وما ملاعب واشياء، لا كان ببساطه يعني مثلا اسهل شيء كان تخلي لك سله وتلعب فيها فريقين متبارين سله واحده ونلعب بالتنافس على هذه المرمى السله الواحده، او حتى لعبه الطائره. فكانت هذه الاشياء الشائعه. واكثر شيء كانت عمليه طبعا هو ان احنا نجيب الفرقان يعني من المخارقه، نطلع حوالينا الحمام، حوالينا نعيم، حوالينا السوق، حوالينا الحطب، فريق الحطب، حوالينا يعني القلعه، لان احنا كنا قريبين من القلعه. فطبعا كنا رمضان حلو ان احنا في الليل يكون عندنا عمليه نص الليل، يمكن احنا في عمليه التبارز وعمليه التنافس في هذا الاطار. ما كان عندنا طبعا، كان في فرجاننا كان في دروس، يعني في المنازل كان في دروس قرانيه، واحنا عقب ما نخلص هذه الاشياء يمكن ننتظر المجلس الاقرب لان اللي يخلص نروح نقعد في ختمه التلاوه القرانيه، احنا اساس نكون جاهزين اساس ان نتناول السحور معاهم. فكان يمكن هذا بدايه العنفوان الطفوله. بعدين طبعا تدرج ان لا يعني شوي شوي قمنا نحاول نتعلم في تلاوه القران او استماع التلاوه ونشارك في التلاوه. فهي كان يعني مع التقدم في العمر كان صارت لنا هذه الممارسه. والله الذكريات هي الحقيقه اختي يعني متعدده، ويعني الاجمل في هذه الذكريات يعني لازم يعني شوي تسترجع الذاكره الى الوراء، خصوصا اذا بتكلم عن في طرافه. احنا دائما نقول كان في تنافس مع الـ مع الـ مع التنافس، يعني يمكن بعد ارجع انا اقول تنافس قومي عربي صراحه، يعني كان في عندنا احنا المنامه في مختلط فيها الـ يعني اخواننا احنا نقول العجم، نسميهم العجم، وكانوا متداخلين تقريبا في منطقه، خصوصا منطقه يسمونها المشبر مشهوره هذه. فكنا في يعني لا اراديا هما يتواجهون معنا في محاوله يعني تاثير على نشاطنا هذا العروبي صراحه يعني. فكان عندنا حشد يصير سواء في رمضان او في الايام العاديه، حشد مواجهة. كنا ندخل في معارك معهم، كانوا يساندونا. مثلا احنا كنا قريب من منطقة المقاهي، كان هني كان المقاهي زمانات كانت كلها يمنيين، هي ضاحية قريبة من النعيم بس تتبع طبعا المنامة. فكان يساندونا، كان تجينا امدادات من فريق الحطب من فريق الحمام، فكنت تواجه لان مركز فرق العجم مركزة في هذه المنطقة تقريبا، المشبر ومنطقة القلعة ومنطقة، فكنا نتواجه الأمانة. يعني كان في صراع ديك الأيام، احنا نصورها انه يعني معارك
يعني بالتشابك بالايدي بغير الايدي بالعصي، كان شيء طبيعي من يكون عندنا في محاوله ان جهد ابراز يعني قوميتنا او ابراز نشاطنا انتماءاتنا العروبي يصير في تحدي. طبعا هو كشباب هما كشباب يعني عندهم يعني مو مبدئي فوضوي وانه مهم انهم نواجه هذا الاكثر، يمكن ليش هم ما يدرون ايضا هذا الشيء. الشيء الثاني الامانه يعني كان في ذكريات حلوه ان احنا كان مركز المخارقه كان عندنا صراع مع ذيك الايام، كان طبعا الجيش البريطاني كان موجود اكثر شيء، كان موجود في منطقه القلعه، وكان عندنا شبه يعني مواجهات عن بعد يعني بعد شيء فطري ان البحرينيين بحسب مناطقهم، بس لان كون احنا المخارق قريب من القلعه وكان الجيش البريطاني يتواجد في هالمنطقه، احنا كان يعني نحاول ان بالصوت باي طريقه من الطرق ان نلفت نظرهم نحن موجودين. وكان عندنا عمود كهربائي، زمان أعمدة الكهرباء كانت تصنع من من النحاس. النحاس هذا في صوت مرتد، يرتد الصوت يطلع صوت قوي، فأنت مجرد ما استخدم على أي حديدة لأساس أن جل الجيش البريطاني، فكان أحد مسؤول عن هذا العمود يطرق العمود أساس أن احنا نروح نتشارد ونتخشش يعني عنه، فهو يجي طبعا ما يشوف أحد، بس احنا هو يشوف أصواتنا يسمع أصواتنا ونستفزه أنه هو يحضر، بس لما يحضر نشارد الكل لازم يكتفي من خلال هذه يسمونها رينج ويل، نسميه رينج ويل، هو يسمونه رينج ويل. رينج ويل هو يستخدم ده حق الحريق، إذا في حريق في كثير من المناطق، إذا في حريق صار في منطقة فهذا يطلع صوت قوي لما تضربه بمادة حديدة أيضا ثانيا، وهذا النوع من النحاس كطريقته العمود يطلع صوت قوي، فمجرد ما نسمع الصوت الكل يعني خلاص اللي يتخشش في البيوت نتوارى بمنطقة أبعد. يعني هاي كان واحدة من الأحداث البسيطة يعني كنا مرة فيها. طبعا رمضان الأول كان بسيط وكان عفوي، وكانت الممارسات يعني كان الأهل يمارسونها بطريقة تبادل الوجبات وزيارة المجالس العائلية في المنطقة. بيوت المنطقة المناطق كانت البيوت كلها مفتوحة، ما كانت البيوت مغلقة، وكانت احنا في جيلنا كنا ندخل أي بيت ونطلع من أي بيت، وممكن حتى بعض الأوقات في رمضان ننام في بيوت جيراننا زين إلى الصباح، كان عندنا هذا الشيء مثلا إلى قبل الذهاب للمدرسة. فكانت العفوية هي الطاغية، وهي اللي عنوان الأجواء العامة الرمضانية. طبعا في كانت ألعاب ثانية يعني في رمضان ايضا كان في العاب مثل العاب الشراخيات، هذا شيء مهم، كان شراخيات والاستئناس فيها، وطبعا كانت فيها كانت خطوره لكن ما كنا نعرف خطورتها احنا، كان يعني كانت تباع في الاسواق عادي، فكان هاي بعد واحد من الاشياء اللي كانت تمارس. الاهل علاقتنا معهم يعني تبدا يعني قريب لفتره السحور، قبل بدء السحور بفترة تبدأ ان احنا خلاص نركن الى بيوتنا، نركن الى المجالس البسيطة كانت اللي فيها تلاوة، يمكن كل فريق في واحد او اثنين. اليوم رمضان لا، اليوم رمضان اجمل صراحة، يعني اولا الجمالة ان استمرت العلاقة الاسرية والرابط الروحية، ويمكن التعاليم الدينية والتلاوة القرآنية مشهود لها في كثير من المنازل، وصار عندنا احنا أهدأ تصرفاتنا، صارت أهدأ اليوم يعني حتى مو هذا الجيل اللي قبل، فركن انهما يعني رمضان عنده هو ممارسة شعائر الروحية والإسلامية، يعني مثلا الذهاب للمساجد، الذهاب إلى منازل التلاوة القرآنية،
التواجد في في احضان يعني الاسره مع يعني يعني الاقارب الاقارب. طبعا مع التطور اليوم البحرين مشهوره هي البلد الاكثر اتساعا في ممارسه الشعائر الرمضانيه خصوصا تلاوه القران، ففي اليوم التزاور من مناطق الى مناطق، يعني انت كل مجالس البحرين اليوم صارت وحده، وكل اهل البحرين في رمضان يتحولون الى عائله وحده، يمكن تنافس الناس مختلف اعمارهم في زياره اكثر مجالس، اكثر عدد من مجالس في الليله الواحده، وهذا شيء يعني جميل. وطبعا الضيافه دائما هي موجوده في رمضان، تبدا من بعد الافطار الى منتصف الليل، هذا شيء يعني احنا نحسد عليه البحرين، ان هاي الترابط هاي التداخل وايد مهم وواجد جميل، وايد يعطي روح الاسره الواحده للمجتمع البحريني ككل، يعني نطلع من حيز نحن المنامه او المحرق او البديع او يعني الرفاع او جد حافص او يعني المناطق الشماليه، يعني هذه ومستمر هذا الشيء. طبعا اكيد كورونا اثرت شويه، لكن يعني هذه السمة التي تشتغل فيها البحرين. استقبال رمضان كما هو الآن الاستعداد بشراء مستلزمات رمضان من المأكولات ومن كذا، والتهيئ النفسي يعني للأجيال السابقة، كان التهيئ النفسي أنه يدخل في أجواء رمضان، يعني كان الفكرة أن ندخل أجواء رمضان على أساس أن نحن شهر نصوم وشهر عندنا حرية أن نمارس طفولتنا خارج البيت خارج المنزل. أيام العادية ما كان في 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 هذه الممارسة، بس رمضان يعطينا مساحة لأن الكل يبي يكون سعيد ومستانس ومنطلق في شوارع منطقته، طبعا محدودة شوارع منطقتنا، وهذا سمة من سمات رمضان. وطبعا احنا يعني انا اتذكر ان تلاوه القران كانت اكثر شيء تصدح في معادن المساجد المنتشره سواء في المنام او في اي مكان اخر. هذا شيء. الشيء الثاني اليوم رمضان لا ايضا صار استعداد اكبر واكثر من خلال الاستعداد المواد الغذائيه والمواد الرمضانيه، ويعني شعور ان نكرم رمضان احنا بقد ما نسوي معادب سواء او موائد الأسرة او موائد المنطقة. يعني هذا واحد من السمات الجديدة الحديثة اليوم، ان تباري الأسر في ان على اساس ان تحتفل برمضان بنوع من الكرم والضيافة، خصوصا الضيافة طبعا للجيران والضيافة للأقارب، واليوم صارت هي ما تسمى الغبقات، طبعا لا تقتصر على العائلة نفسها، الغبقات صارت تنتشر بين الأصدقاء بشكل عام، فأغلب المنازل اليوم عندهم شهرة إقامة الغبقات، ويمكن هي السمة الطاغية. ليش؟ لأن على أساس هو الاحتفاء بمقدم رمضان باعتباره شهر الكرم وشهر الفضيل شهر الفضيل وشهر البركة، فالناس تعبر عن هذا الشيء بطريقة استقبالها للآخرين من مختلف مناطق البحرين والأصدقاء. طبعا لبس الثياب الجديدة، الاستعداد لعيد رمضان، الاستعداد للفطرة، الشعور العام احنا كبحرينيين ان رمضان ممكن ان نكون قريب من الفقراء، قريبين من الاسر المحتاجه. اليوم مع توفر الخير لغالبيه الناس، الشعور الاكبر هو التنافس، حتى العائلات الغير مقتدره اليوم تتنافس على اكرام الجار او اكرام الفقير او افطار الفقير. هذا السمه طبعا موروث إسلامي وايد ممتاز الحقيقة، يعني دول الخليج بشكل عام، بس البحرين أنا أقول تتميز بكثرة التقارب بين مختلف الأسر بغض النظر عن مستوياتها، وهذا الحمد لله هذه نعمة احنا يعني نشكر الله عليها،
ونحمد الله على أن نحن نعيش هذه الأيام وننتظرها الحقيقة بفارغ الصبر. أنا على طول عمري كان عندي مجلس رمضاني استمر يعني من الثمانينات، وكنت أسعد أن أولا المجلس خاص بتلاوة القرآن وعندي قارئ خاص، في نفس الوقت كنا نشجع الأطفال. اليوم اختلف عن زمن قديم، الأطفال اليوم صغار يعني سن معين يمكن حتى من 5-6 سنوات إلى 12-13-15 سنة اليوم يتزاورون في المنازل. أنا كان عندي يعني الارتياح الكبير إن نستقبل هؤلاء بغض النظر عن كبار الضيوف والأصدقاء والأهل، دلين يجون من وقت القارئ يسمعهم ويحاول يعلمهم كيفية تلاوة القرآن. فأنا شهرت في المنطقة الحقيقة، مو في المنامة، لما طلعت من المنامة في منطقة الكرباباد، فكان مجلسي عامر وكنا نختم القرآن في الشهر مرتين، نص رمضان والنص الثاني. فكان عملية الختم يعني كثير من المنازل، بس أنا كنت أشتهر فيها، كنت أستعد لاستعداد يعني مادي واستعداد نفسي واستعداد عائلي، لأن بيجوني يعني مو المجلس يعني من كل مناطق البحرين يجوني، لأن هذه الليلة الرمضانية نص رمضان بالنسبة يعني مشهورة كثير، اليوم تكررت بس أنا مشهورة لأن يعني أحاول أن الناس تستلذ في أكل السمك، فأحاول أخلي كل أنواع السمك أشرف عليها بنفسي وأخذ إجازة من العمل وأسوي طبقات السمك أنا وزوجتي الخاصة بالمميزة. يعني مثلا يعني الناس تحب تأكل الأسماك الآن صافي أكثر شيء، نحن كنا نسوي السمك المسقوف طريقة العراقية، وصل هذا يتميز فيه ذيك الأيام الهامور موجود بكثرة وأسعاره كانت مناسبة، يعني إضافة طبعا لموجود اللحوم. بس هذه الليلة كانت ليلة مشهورة، يعني الناس تنتظر تفرغ القراءات وكذا تروح بيت السماك عشان تتناول السمك الفاخر. يعني السمك الفاخر نسوي احنا عندنا، بس كل أسبان هم يجي من فنادق ومن كذا من مناطق عندي. فهذه أنا كنت أتميز فيها الأمانة يعني واجد وأسعد فيها، وحاولت أن أنا أستمر، بس صارت ظروف شوية ما قدرت أستمر في السنوات الأخيرة من بعد يعني الألفينيات. إيه أنا يعني إحنا شوف هذا المطبخ حلو، المطبخ يعني كنا من صغرنا يعني أنا واحد منهم، يمكن أكثر من طبعاً البنات عادة يرتبطون مع والدتهم في المساعدة في المطبخ. أنا كان هوايتي إن أنا أساعد والدتي أولاً في عملية طبعاً تهيئة الفطور، وخصوصاً ضرب الهريس. الهريس كنا مشهورين فيه، لا يمكن انت رمضان يوم يمر عليك ما عندك بيت ما سوى هريس. فضرب قدر الهريس الخاص، طبعا في شيء يعني قبل الهريس تصفير القدور في قدور خاصه حق رمضان، صفرها نروح منطقه شارع شيخ عبد الله النامليتي عند التصفير، مؤسسه خاصه في التصفير وعند البهارات الخاصه، ويمكن يعني جهد مهم ان احنا هذا نسويه نستلذ وننتظر متى اساس نفطر من الشيء اللي احنا سويناه. اثنين كان عملية التوزيع، يعني كان يعني مثلا بشكل يومي حسب العلاقات العائلية، انا مثلا كنت اخذ كل يوم يعني زوجتي بعلاقاتها بصفتها كانت هي يعني مدرسة وعلاقاتها كانت مع محيطة وغير الأسر، يوميا عندي منطقة مثلا أوصل في المنطقة هذه ما أدري أوصل فيها الحد، أوصل فيها سماهيج الدير، لأن الأقارب الأهل عالي يعني كل يوم عندنا مثلا 4-5 بيوت يعني هذا عقب هذه طبعا الفترة يعني الأخيرة من يعني مو شباب طبعا، لأن يعني كنا صرنا يعني أسر وأسر وكذا، فكنا ونفس الشيء إحنا جينا يعني من هذا الأسر، فكان مهم إن كل يوم أو يوم ترك إحنا وصلنا لمجموعة رمضان، هذا احتفاء وايد مهم. المطبخ أنا هوايتي طرف يمكن ما ساعدني، لكن
أنا هوايتي المطبخ. في السفر لأن إحنا عشنا فترة طويلة برا دراسة، وأيضا سفر المؤتمرات وكذا، هوايتنا إن إحنا طبعا نطبخ أكلنا بيدنا. كان لما تكون في دول أوروبية ما تستسيغ الأكل الكذا، فأنا هوايتي يعني يمكن أستلذ الأكل للآخرين أو في أسرتي إذا تواصل إلى مستواي، بس ما أعيب، لكن أنا أستمتع بالنوع من الطبخات اللي أحس فيها النكهة، نكهة الأسرة، نكهة النفس، نسميه نفس البيت. فالأمانة أنا أطبخ كل الأنواع من الطبخات، يعني أي أنواع من الطبخات مشهور فيها وأستلذ فيها. في كثير من الناس ما تصدق ساعات إن كذا، بس هذه شوفي أي أغلب الناس اللي عاشوا برا، بالنسبة لي عشت يمكن 8 سنوات برا، فيعني كان أكيد يعني الاعتماد على الطبخ واعتماد على كذا. يعني إذا جيت مثلا أول سنة أنا في العراق، أول رمضان مر علينا في 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 رمضان، أذكره في سنة 68، نكنا في سكن جماعتنا، كنا بنطبخ الفطور، ما عندنا نروح برا مطاعم وكان نطبخ. فأول طبخة لنا كانت مأساة، يعني كان عيش صار عجين، وكان دال، الدال صار المي فوق، والمادة هي المادة العدس صارت هي تحت، فكانت تورطوا، احنا بنفطر تورطوا الشباب يعني، فكنا احنا بدل ما ده قلنا نضحك على بعض. تدريجيا طورنا، طبعا عرفنا ان شلون الوسيلة وشلون الكذا. فالطبخ هواية، انا اعتقد ان اغلب الرجال يحبون يدخلون، اغلب الرجال يحبون يدخلون المطابخ يساعدون سوانهم. انا طبعا ما يسمحوا لي ادخل واجد في الطبقات الرئيسية زين، لان اساس يعتبرون اشاغب، بس اجهز الخضروات اللي بشكل اساسي، الفواكه خصوصا الجح، قل الكباب العادي، هذه المقليات في هذه طبعا اسام فيها شويه يعني اوكي. واعد السفره طبيعي، يعني انا يعني اقعد خلاص يعني من قبل ساعه، السفره هاي مسؤوليتي صراحه يعني، هوايه. والغرف العربيه كلها، غرف التجاره، فكنت مزوين ان ننزف هذا المكسب الكبير اللي اخذناه خلال جلسه يعني يمكن لحظات مع سمو رئيس الوزراء. فيعني هذه اشياء احنا تاريخيه ما ننساها، واليوم للاسف الشديد نناضل نصارع من اجل التمسك فيها.